كان خطير وإن كان يريد أن يتوفى دون أن يكون أمامي تقرير طبي. كان هنالك قرار للقاضي السابق قبل أسبوع تأجيل المحكمة لإحضار تقرير طبي. لأسفنا مصلحة السجون لم تعد هذا التقرير لغاية الآن، وبالتالي أنا أرجي القاضي يرجي إعطاء قراري لغاية ما أستلم تقرير طبي جديد. على سكرتاريا المحكمة أن تتوجه إلى مصلحة السجون وتحضر هذا التقرير وتعيين الملف سريعا. كان من المقرر أن تكون هناك جلسة محكمة استئناف وهي المحكمة الثانية بعد التأجيل. طبعا تفاجأنا اليوم بعد المداولات وحيث انتهت الجلسة على الساعة 11 صباحا بقرار من قاضي محكمة الاستئناف نحو الساعة 6 مساء أنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة، ويطلب من سكرتاري المحكمة التوجه إلى مصلحة السجون من أجل إحضار تقرير طبي حديث لهشام. طبعا هذا تحايل على ما جرى في المحكمة السابقة قبل 8 أيام، حيث كان المقرر أن يتم إحضار تقرير طبي مفصل عن وضع هشام من أجل اتخاذ قرار من قبل قاضي المحكمة العسكرية. طبعا للأسف اليوم ما حصل داخل المحكمة عندما عرض هشام على الشاشة كان وضع صحي صعب جدا لا يقدر على الحركة ولا حتى على الحديث. طبعا لاحقا أبلغنا بعد 3 ساعة تقريبا المحامي فواز الشلودي الذي كان بسجن الرملي والذي أبلغنا أن وضع هشام الصحي فقد السيطرة بشكل كامل وقد يفقد النطق في أي لحظة. بس ما قلت هلأ بضل في التقرير الطبي وبعدها الجلسة بدك جلسة. اليوم لا هذا